أحسن الله إليك. يقول السائل: اشتريت سيارة من بنك ربوي، فقالوا لي السيارة نقدا ب50 وبالتقسيط ب75، فهل يعتبر ذلك معاملة ربوية وماذا أفعل؟ السيارة إذا كانت عند البايع وقت البيع، سواء البنك أو غيره، إذا كانت السيارة في ملكه وباعها عليك بثمن مؤجل مقسط أكثر من الثمن الحال فلا بأس بذلك، لأنه لابد تأجيل، ما يقبلون التأجيل إلا بزيادة، فلا بأس أنك تشتري سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حالا، لكن بشرط أن تكون السلعة في قبضة البايع وقت البيع. أما أنك تتعاقد معه وهو ما عنده شيء ويروح يشريها بعد ذلك، هذا لا يجوز، والبيع غير صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. نعم.